بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش كبرات رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي خدي أم جهشتين إيج ببشكش كرنا خلاك كاديش برنامج دماهي كادنياي عن نهاية العالم عن آخر الزمان بفان ملاحظة مصطلحات بيجني جارا ديما بحث هندي كير كو فايدت علامات قيامتي كو رجا دوما هيكي مروب زاند كاتشيا و چنا و هاري كاريا مروفي دي چكتن بو دين مروفي الفيري ام دي بحث هندي كين كو ام دي كت كتا علامات بيفاتشين علامات قيامتي آن رجا دوما هيكي سنوعت علامات يتهين ايك شوانا هندك يتهاتين و يتشوين و هندك يدتري يا دست بيكري دوما هيك نهاتنا هندك يديجي نهاتنا هشتا اويت نهاتين او نيتكو قيامت يعني مباشرة بشتي وانا تيتن الفيري عمد بحثي وان علامتا كين اويت هاتين ووقت وان جي يتشوي و بيغنبري صلاة خد السربن قوتي افا علامت قيامتنا ايكش علامت ايكي يا قيامتي افايا كو هاتنا پیغمبر ما صلاة خود السربن پیغمبر دماهی که یا چو پیغمبر پشتیوی نائن او علامتی چیه؟ علامتی قیامتیه دلیل کو ام بیجن علامتی قیامتیه ایک علامتی ایکیه اشید کو قیامت دی رابطن پیغمبر حدیثت بی صلاة خود السربن سهل بن سعد حدیثی بمار رواتت کتن بشتن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام بشت من پیغمبر خودی دیتا في صحابيات بيجتن من پیغمبر خودی دیتا صلاة خودی سربن وتي إشارة دب هر دو تلي تخا الوسطى تلاني في والتي تليها تلي الإبهام و أفدي فيها براني دا معناه تلا يعني في الشمية مصدر و تلا شهدي دي پیغمبر هو كري صلاة خودی سربن قتي بعثت والساعة كهاتين هاتنا من أسهاتيم وقيامات يعني نزكيا هاتنا من نزكيا قيامتي وكيفان هردو تلانا بحث هردو تلتخكر يا مظن ويا تلا شهدي وحديث هذه تري بيغمار دي صلاة خد السربن بعثت في نسم الساعة نسم هلما يعني هلما يا آوي هلما مثلا بشت از و هر وقت بشت از و هواي قيامتي ام الجليك تاتي طبعا هر تشتاكي بيت اولي هواي بيت باشي او بخاتيت بشت از و هواي قيامتي وكيفان هر دو تلاني حديثة دي پیغمبر بيت صلاة خد السربن از و هاتنا قيامتي وكيفان هر دو تلاني معناه هاتنا پیغمبري صلاة خد السربن علامتي ايكيه يكون قيامات رابطة الفيري إمام قرطبي خدي جرازي بيت بما حديثة في حديثة بيغمبري الشروفات كتن بيت شنكي بيغمبر صلاة خدي السربن بيغمبري دماهيكية بيغمبري دماهيكية آخر الزمانة وشو بيغمبر اتنا بيناوي وقيامات دانين معناوي زنجيرة بيغمبرة صلاة خدي السربن يبدو ماهيك هاتي پیغمبر دست بکیرش آدم پیغمبر صلوات خود سربن و حتی گهشتی پیغمبر ما اف پیغمبر هم میتاتین یه دو ماهیه آخر پیغمبر بجنه خاتم النبیین پیغمبر ما صلوات خود سربن معناوی یعنی دلیل ای که علامت ای که یه قیامت هاتنا پیغمبر یه صلوات خود سربن یاد دوی پیغمبر حدیثت بی صلوات خود سربن بحث وفاة أخوات كتن مرنا پیغمبري صلاة خود السربن علامتي چيا علامتي دوي يه قيامتي مصيبة مرنا پیغمبري صلاة خود السربن يعني ايكش علامتي قيامتي تنزيك حتى عوف بن مالك خود جرازي بتدبشتن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وتأساتم دف پیغمبري صلاة خود السربن غزوة تبوك وهو في قبة من أدم قلت في غنبرية بن خيفتك كذا
او خيفات اشكافلت حيوانات هاتي تشيكرني اشكافلت حيوانات هاتي تشيكرني اسات مدف بيغمبر الصلاه تقول السربن غزوه تبوك بيغمبر بن في خيفات تيفا او اشكافلت حيوانات هاتي تشيكرني فقال انا قلت بيغمبر يا فاخفتنا قلت اعدد ستا بين يدي الساعه قلت ازدب وشش تشتا بيجم شش تشتادب وبيجم يعني بيغمبري قلت صلاة خذ السربن أفانا بي يعني بري قيامة بيت أفهر شش تشتنا بيغمبري إكشو أنا قلت موتي صلاة خذ السربن قلت مرنامن يعني يكي أسمرم أفا إكشو أنا علامتنا أفا تكو قيامة رابط يا علامة الدوية ثم فتح بيت المقدس بيت المقدس يعني قدس دقيقة فتح كرني ديش دست كافرة ات ورقرتني وذي كافت دستي بالصرمان هذا أفادو ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم قلتي باشي مرنك طبعا موتان في اللفظة خدها يعني هاروكي دمرن بس موتان يعني نمحسي دمرن دئين وإنما مرنك مظنة مرنك شديدة مرنك قلك يا 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 بربلافة قل عالم دي بي مرتن أفا إيك شوانا قوت مرنا يا بيغمبري صلاة خذ السربن يا دي تري قدس دي إيتن فكرني يا سيه مرنكا مظن دي خلقه قرتن ويجا بيغمبري تشبيه كر كقعاس الغنم قعاس الغنم أفا يد بشتن إيشكا هندك آفب دفنت حيواناتي دا تدخاري وبشت هنجي زي مباشرة تمرت بشتن وكي إيشا حيواناتنا كقعاس الغنمي أفا بحسي مرنا خاكر بحسي بيت فتح بيت المقدس كر وبحسي مرنا كجلك الشديد كر أفا كشوا حيوانات يدير تتمرتن وصف أف مرنا دبناف مروفا جفابتن وعالم دي يعني بي مرتن يا سي بيغمبري يا شاري بيغمبري قلت صلاة خد السربن ثم استفاضة المال استفاضة المال يعني مال دي هند زيدابتن حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا بشتهنت مال دي زيدة بتن حتى مروفك 100 دينار بدني وهيش يعاجز بشت بحرام يا كيمة طبعا اختام بحسي دينار كين بحسي بيغمبري بحسي دينار اسلامي كتن دينار اسلامي 4 مسقال وتشتكى يعني نزيكي 200 دينار ما هي عسليه 200 تشتك دينار 250 دينار نزيك 250 هزار كان في قوي بشتن 100 دينار تبدي ايكي كب دينار كي هكاتي كي كان دينار هبا انت بيش مروي زنجينا 100 دينار تدي دي ايكي هش ني رازية هش بشتن يعني باشا اف مال همي و100 دينار دي من يعني ني رازية معناه المال دي ولقت ودي زيدة بتن وعالم كيف نائت بصد دينارة تبحسي دينارة كي إلا تبحسي هزارة بكي أفا يا تشاري يا بنجي تشتينج بيغمبري قلت الصلافة خد السربن ثم فتنة لا يبقى بيت من العربي إلا دخلته قلت فتنك دي إيتن مالك نامي تشت مالت عربة إلا أف فتنة أف مصيبة دي شتيدة ثم هدنة تشتينج بيغمبري قلت يعني هدناك يعني صلحك دي شبتن تكون بينك وبين بني الأصفر قلت هدنك دي شبتن يعني صلحك دي شبتن بين وعربة دا ونابين بني الأصفر بني الأصفر كيشكن يعني بحسي الرومية الروم يعني أوروبا وأمريكا روما هنجي أفابي يعني أوروبا بي وفي قافيجي يلجلك أمريكا جشوانانا مش تصلح هيدا الشيء بتنا بين ودا قال لي عربة وتنا بين الروميدا بني الأصفر فيغدرون وتأودي غدريكن دي في الصلح شكينن فيأتونكم تحت 80 غاية دي إن ديش إن شربا البن هشتي غاية غاية الفيري يعني هشتي علم هشتي علم دي إن ودي إن شربا كن تحت كل غاية 12,000 البن هر غاية كشوانا فا يعني 12,000 هشتي جرى 12,000 بشت اف يعني تفتش تدي ان بينه ودا شيبتن طبعا وفاته بيغمبري صلاة خذ السربن يا ديارو اشكرابي مش مصيبه تقلكت مازن بي
مصيبتك وبصرمان كتين تيدا مصيبتك قالك ما ظن مرنا بيغنبري بصلافة خذ السربن حتى صحابة بيجن أو رجا بيغنبر تيدا مري قوتي أو رجل دف ما ولي هات هر وكي دنيا طاريبي شو الرج شويت مرون تر نبين وكي بيغنبر هاتي مدينة وشو شويت طاري ترج نبين وكي بيغنبر صلافة خذ السربن إيش يعني مدينة بار كري و يعني وفاة كري مرنا بيغنبري صلافة خذ السربن طبعا وحي قطع بي و چلی هات اول دسپیکا فتنه و خرابیه پشتی پیغمبری صلوات خود سرم دسپیکنه هندی که پیغمبر حاضر بی یعنی فتنه سر خرانت کر چونکی پیغمبری خود بی هر کسا که بی آخفت نج بگود با در راوستد بس پیغمبری وقتی در کت و چون مروفا هر ایدی رأی خواه بیجتون و هر ایدی بیشتن اسی درستم و اویدی خلط او علامت چنده یه دویش علامت قیامتی علامت سیه علامت قیامتی أذية بشتى انشقاق القمر انشقاق القمر يعني هيف تنيفي الرابة بالدقات هيف تنيفي الرابة بالدقات طبعا آيات قرآن سورة القمر آيات إيكية بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر رب العالمين سورة القمر دب مدشتن بشتن اقتربت الساعة اقترب يعني قيامة نيزك بي وانشق القمر وهيفة نيفي رقد بي معنى قيامة نهاتا وهيف جيهنجي شق نببي الفيري يعني رب العالم بيشتن أفهردو علامتا أفا دي تشليئتن أفا علامة دنيا وخرابيننا علامة قيامتنا قيامة نيزك بي وهيفة نيفي الرابي دقت وإن يروا آية بحسي كافر أنا بيش تختي كافر في علامته وصلنا زنديتي وبيغنبري نشاداي بيشتن يعرضو بيش تخداي بني هنجي قوتي عمدي إيمان بيينين واختاف علامة ديتي بيش تخداي وقوتي أفا السحر كبر دوامية يا سحر الماتكتن هيف قد نبيا بس بيش شابت ما محمدي هيف قد جر ابن كثير خد الجرازي بتن خدان تفسير مظن بيشتن أفا قومة وقت بيغنبري دا صلاة خد السربن هيف وقد بينا هيفة قومة وقت بيغنبري دا جلك حديثة دا ياهاتي ايك شوان حديثة أفايا يعني متفق ان بين علماء دا بيشتن هيفة نيفر قد بي زمان بيغنبري دا صلاة خد السربن وإيكش معجزات مظن يد بيغنبري أناس بيجت خد جرازي بالصحابية بيغنبري أبي كجالا كل دف بيغنبري يعني خلمت كري مشت إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر قلت بيغنبري صلاة خد السربن خلك ما كهي بصيار جكر هكا تو بيغنبري خديه وخدي بتهمي شو لديكتن بعد بيج رب العالمين بلا خدي هاي في اتنيفي الرقد كتن دام ايمان بتابينين قوتو بيغنبري خدي طبعا افونا اف اختنا قوت بيغنبري صلافة خد السربن قوت امي ام بسيارة كجيكن بسيارة كجيب لبسكنتن ونشت جواب بدتن مدفت ام افي محرج بكين افي راوستينين قوت بما هاي في اتنيفي الرقد كتن قوت بيش بيغنبري صلافة خد السربن عبدالله كور مسعودي بما حديث الرواد كتن توختي بهايف قد بي قد بيشتن بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينا قلت أمل دف بيغنبري خدي بن صلافة خدي السربن المينا طبعا نجدر في مكهي كوفي قافي حاجة شنة وتمين الويري وسبيدا هي يا يعني عرفي بريد كافن و اتشن عرفي حتى ايفاري و بشتين قديئينو يعني اف منطقة يا مينا قلت بيغنبري الويري بي بشت اذ انفلق القمر في القتين قلت مديت هيفة نيفي الرابي دقت فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه قلت كراكي هيفة كتبش شياي كريدي تري كترخي دي شياي يعني شياي كتت ما بين هردو كريت هيفة دا فقال الرسول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيغمبر قلت يوم ما آخفت وقت براخد هاي هافيت نيفر رقد بي وكراكي وشوي في الرخي ويرخي دي تري بيغفع عالم ديتي وسحكري وما يعجب يرتج في چندي
فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري قتما اشهدوا وتهين شاهد بن وبتشافي سري خديد هيف اتنيفرا قدبي. اذا فيري قدبينو هيفي كربينو هيفي اتنيفرا بالدقات اما علامتكش علامتك شتشتي يسي يا قيامتي. ابن عباس سرفي حديثي بما بيشتن يعني كتشوا هيف قدبي وهيف شقبي بيشتن اجتمع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك هاتنكم بن دف بغنبري فقالوا هم يا بيغنبري ان كنت صادقا هكا راستو بغنبري خدي فشق لنا القمر فرقتين قلتي هكا راس بغنبري خدي بادي بما هيفتني في رقتك تو بغنبري خدي خدي بتهمي الشولات كتن بلا في شولي بكتن دام باور بكين بشتن نصفا على ابي قبيس يعني تشاكا كرج بلا بشت رخيت شاي أبي قبيس ونصفا على قعيقاء قعيقعان قلت كاري دي تريجي بلا بشت في منطقة هردو جهتا ودي يعني مشركة دا خوازش بيغنبري كي صلاة خد السربن هاي في راستة بيغنبري خدي هاك راستة بيغنبري خدي دا خوازش خدي بك رب العالمين بلا هاي في تنيف الرقات بكتن كاركي هاي في بشت في رخيت شاي كاركي دي تري بشت في رخي دي تري أفا دا خواز وانبي بشت وكانت ليلة ليلة بدر يعني او شفا بيغنبر يعني فان مشركة دا خوزش بيغنبري كري شفا شاردة شفية وكي هيف كامل يعني تمام بتن ناكو هيف يعني كربي بشت فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بيغنبري مديد دعاش رب العالمين كر ان يعطيه ما سألوا قلت افا افاش متخازن يا ربي ازدا خوزش تاتكم تبدي من أفا أفاش متخازن بشت فأمس القمر نصفين مديت هيفها مويقافت نيفرا بيدقات نصفا على أبي قبيس يعني كرت شو رخت شاي أبو قبيس ونصفا على قعيقعان وكرت تلي شو وجهي أبي وانغوتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قلت في غنبري الصلاة قلت سرم بردوامي شد قلت اشهدوا إنها مش شاهد بن وابتشاف السري خديت وابسيار شمكر هيفت نيفر رقد ببت كرايك بشت في رخيت شياي كرايك بشت رخيت تري او جهي وغوتي وهيف افت نيفر رقد بش بش شافتوا كرايك شو في رخيت كرايك شو رخيت تري وهين شاهد بن وهين ببينن طبعا افا يعني علامتي چندي يسيبي اش علامتي قيامتي كو هيف ات نيفر رقد بي اگر خودي حاسكتن ام دي هر بردوامي دين علامتي دي تري جيت قيامتي بس بشتي امنا بركي ذات مينين وبشتين جامدي بردوامية ديني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا أنا بحسي علامات قيامتك كين ما بحسي علامات إيكيكر كهاتنا بيغنبري صلاة خد السربن علامات الدوي مرنا بيغنبري وفاتا بصلاة خد السربن علامات السيه كهيفت نيفرا قد ببتن علامات شاريش علامات قيامتي أفيا انقراض الصحابة الكرام رضي الله عنهم يعني الصحابية بيغنبري صلاة خد السربن شنو أمينن وكيف شو الصحابية بيغنبري نمان إذا علامات الشارية يكو بيغنبري قوتي صلاة خد السربن إش علامات قيامتي صحابية بيغنبري طبعا وكي بيغنبري حديثة خدا قوتي تشترين مروف تشترين وقت دا بشتي بيغنبري خدي صلاة خد السربن أون چون كي ديالك حديثة دا بيغنبري حديثة كي بيشتن أبو موسى الأشعري بيشتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقول بيغنبري خذي الصلاة وخذي السربن بما حديثة قوت سر صحابية أف حديثة أفايا قوت النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. طبعا حديث إمام مسلم حديث الرواية تتكتن الفيري بيغمبر بيش صلاة خذ السربن بيش تنديك ستيرن إمناهية بو عثماني بيداتكن هكر ستير نمان
عثمان دي او اتسري او ابوهاتي قوتني معنوي الدنيا دي خرابتن واس امناهية وامينة من السر صحابية خط صلافة خد السر بالمعنوي يعني بيغمبر هندي بيغمبر بمينة صحابيتي ديت باراستيبن فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعدون هكر اسشم او ديت سري صحابية من او بحث جهاتي كرني واصحابي امنة لامتي واصحابية من يعني الصحابية بيغمبري صلافة خد السر وصفت وناكر قلت أبا امين سر امتا من فاذا ذهب اصحابي هكر صحابية مشون اتى امتي ما يوعدون او تجدس اتسري امتي اوابو وصحبتها تكرني معنوي بشتي الصحابية تشيترين مروف او بين وتشيترين وقت جي او بي وكي تشيترين مروف تشون وتشيترين وقت شو معنوي دي هندا تشتي تري شوان نباشتر ايت اتحالي ذا المعنى في حديثي شون الصحابية علامتكش علامت قيامتي وشوا يعني شونا ستيرا على متكش على متى قيامتي وتحدث اجدياهاتي تشترين وقتكو بيغمبر تدا صلاة خد السربن او بي وتديف دا بحسي صحابيتوي وتديف دا بشتن دي دستاوتن يعني قيامت دي هنجي رابطن دي السر مروفة خراب دي رابطن معنى شونا باشا وتشترين وقت وقت بيغمبري بي صلاة خد السربن او وقت شو تديف دا تشترين وقت صحابي بين صحابي جتشون الدفاع دا يشميه كم ترديت ودي هر برب دمائي كفايتن حتى تشو خدا ايمان نمينن ودنيا بسرسر خرابة دا دي خرابتن علامة شاري بينجي اوية فتح بيت المقدس بغنبري قد الصلاة خد السربن بيت المقدس آن قدس دي ايتن ذكرني چونك انديك قدسة نكافرة آفاكرة يعني قدس مكه آدم پیغمبر يا آواكري صلاة خود السربن وإبراهيم پیغمبر جاركا ديا سر أساسي بي آواكري وقدس دي سهر زريتا إبراهيمي إسحاق پیغمبر يا آواكري وحتى بين يعني دماهيكي يعني أفا هر پیغمبر خودين صلاة خود السربن وقدس بشتن دي اتذكرني وقت پیغمبر وقوتي هنگي قدس دستي صلي يعني دستي فلا دابي ند دستي بصرمانا دابي و پیغمبر صلاة خود السربن قوتي ديش دستي ترومي الدري وروم دولتك قلك يا قويبي وجهو عرض الدنيا يجي أغلبا فقرت بين پیغمبر في مزقينية دا صلاة خود السربن بو ذكرنا قدسي وحساب كر ذكرنا قدسي اش دستي ترومي بالدري افا علامتك اش علامة قيامتي عوف بن مالك البجتن پیغمبر قوتي صلاة خود السربن قوتي اعددو ستا بين يدي الساعة از دبوا شش تشتا هجميرم او شش تشتت كو بري قيامت بيتن دفونا دا قيامت ديئتن و پیغمبري بحث كر فتح بيت المقدس بيت المقدس ديئتن فاكرني اجدست الرمئة دوار قرتني طبعا بيت المقدس دائما انا بحثي او كيش علامتاتكن او علامتي قيامتي افيت تشيبين افيت هاتين بيت المقدس توقتي عمري كوري خطابي دايعاتي فاكرني صلاة شازده هجري شازده صلاة بشتي هجرة پیغمبر صلاة خود السربن بيت المقدس يهاتي فكرني يعني بيت المقدس يهاتي باقش كرني اش مظاهر الشركة ويت كفري والويريجي مزقتا يا جهوه دا هاتي آفا كرني وجركا دي يعني علامة چه كرنا بيت المقدس كاني يعني هاتي بي آفا كرني بو عبادة رب العالمين بي شرك جركا دي زفري دسته بصرمانا دا وبيت المقدس دو جرياتي فتح كرني جاركت وقت عمر كوري خطابي دا خده جرازي بتن صالة ششي شازده هجري جارا دي تري سر زمان دولة أيوبية يا كردي كسروكي وصلاح الدين الأيوبي سر دست بيهاتي فكرني صالة بين صدو هشتي وسي هجري هزارو صدو هشتي وحفتي ميلادي أفا پیغمبری گوتی صلاة خود السلام طبعا اوش معجزات پیغمبری نه اوش وان معجزانا پیغمبری گوتی افتشتا دی چه بتو یه چه بین بیت المقدس دی ادوکرنه سردست بسرمانا جارا ایکت وقت امام عمر دا خود جرازی بتن جارا دویش کنگی سردست صلاح الدین الایوبی دولتا کردی دولتا ایوبیا قدس جارا کدی پشتی کدی دستی صلیبیا و نا بسرمانا دا جارا کدی صلاح الدین یج دستا این ایداری وبيت المقدس
يكتي دستي بصرمانة دا وبيغمبر صلاة تخد السربن يعني بحسيني كري وهل صحبتا هاي دي جاركا دي جي قدس إيد فكرني بس أفي جاري السر يعني جهية تيدا وشر الجهية دي اتكرني وحتى صحبتي مظن السر الجهية يتهين بشتن بقدس دي إيد فكرني سردستيكي سردستي جماعتك خدا إيمان إيمانك مكم رب العالمين هاي وأف جماعة دي شر الجهية كن وأف جهية دي شكين وبچن پشت داری دار دی بشتی بسرمان عبد خودی ورا اوجهی کل پشت من ورا بکشه دی چن پشت بری برد گازی کته یا عبد الله یا مسلم یا عبد الله هذا یهودی خلفی تعال فقتله یعنی دارو برد دی گازی کن بسرمانی ورا اوجهی کل پشت من بس دارا که هید بجن شجره الغرقط بشت او دار دارا جهیانا و جهی يعني او دار نابشتنا بجهيه كالبشت من او جهسيسة و هفالة جهيانا و فيغا في القدس جهي قالك و دار تشينن بشن چونك او دار ميا و ام دل بشت امباراستني افانا بخشكي ورگرتا ياش حديثة پیغمبری ورگرتا صلافت خود السربن هكر و ايمان پیغمبری هبت بوشهنا انسر دينوي هكر و ايمان پی هبت بوشهنا انسر دينوي باشه هكر و ايمان پی نبت انچاو بارش آخفتن تويت كن فيغا في جهوية دار تشينن بجن شجرة الغرقط بجن دار جهيانا وجهي دل بشت في دار امباراستني شو عرض منا بارزتش غير في دار زيدتري وبيغمبري صلاة خود السربن اف صحبة كر علامتي بينجي يقيامتي ذكرنا بيت المقدسة سردستي بصرمانا دو جرايهاتي ذكرني وجرس يجدئة ذكرني علامتي ششي افيا بشتن مرنك دي ايتن كقعاس الغنم مرنك دي ايتن ناب السرمانة وكي او مرنا اتكافة الناف ترشو توالي وحيواناتي قعاس الغنم افنا بشتن اوفك بدفنة حيواناتي دات تخاري وهما رأسا بشتي هنجي مباشرة حيوانات تمرد يعني شو مجال بونينا انا بيغمبرد بشتن مرنك جهوصة دي ايتن دي كافة الناف بسرمانة دا وبصرمام جماعي دي جيم دي مرن شو حيوانات بي مرن تمرن اف مرنجي شي بتقوتني طاعون عمواس طاعون عمواس عمواس منطقة كا يعني اف طاعون اللي شبي الفلسطيني بشتي عمري صلاة خديجة رازي بتصالة شازدي هجري عمري بشتي خدس فاكري دو صلاة بشتي هنجي اف طاعون بربي شامي وقالك بصرمان جالك مروف مرن حتى بيشتن بيستو بنش هزار مروف مرن وعمري وقت يقول في طاعوني بالشامي إلا قوتي أو كس الشامي لازم در نكافتن جي طاعوني وجي نل شويني خلق نشو يبيري بلا كس نشت شامي بريارك دا خلق الشامي بلا مينة الجي خواه وأفين نخلق الشامي بلا نشن حتى الصحابيه كي قوتي قوتي أتفر من قدر الله يا عمر قوتي ما جيش قدر أخد الرافي تبيجي خلكي خلكي شامي بلا دار نكفن وخلكي ني شامي بلا نشت شامي طاعون قدرك ورب العالمين اينو وافا يعني دي شبت ما تدير رابش قدر اخدي اينا عمالي سري اخو عجان تخدي جرازي بتكوتي بلي بلي ازش قدر اخدي الرفن افر من قدر الله الى قدر الله قوتي ازش قدر اخدي الرفن دي شب قدر اخدي اش قدر اخدي در نكفن بس رب العالمين وبيغمبري يا قوتي الصلاة تخذ السربن وبيغمبري بمجي يا قوتي حكر طاعون الجهة كي بيدا بي خلكي ويجهي بلا در نكفن وبلا خلكة كي تدري نشنوي طاعون خذ الشام دا قدر رب العالمين يا وقوتنا خذ بيغمبري جي الصلاة تخذ السربن هر قدر رب العالمين يا إذن أزش قدر رب العالمين الرفم دي كم قدر دي يا رب العالمين أش قدرنا رفما أفروا من قدر الله إلى قدر الله إذا أخفتنا عمري بي وكطاعون هاتي يا عمواس وأفطاعونا بيشتن بيستبنش هزار بصرمان يتبكتن والشامي وهنجي أبو عبيدة وقال صحابي دي بيغنبري صلاة خذ السربن بذي طاعوني شون أفجي بيغنبري قوتي هيش طبعا نقومتي أفطاعونا بسبب ذي طاعوني يعني وقت إمام عمر دا هات وما يكينا بحث جيكري بيستبنش هزار منوف يعني هاتن مرن بذي طاعوني وبيغمبري الصلاة تخذ السربن أفسح بتاكر نوع طاعون جيقوت كوكي حيشة حيوانات تقرتن أفا
شش علامات بين علامات قيامته اگر خود حسكة الجارد بيت ام دي بردوامية ديني علامتي دي تري قيامتي دي بيجن ام هيفيش رب العالمين كين ابت حاضر بين وكي اف علامات قيامتي تين رب العالمين مش خرابية هندي بارزة وباشية ويوختي برزق مهمية بكتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.